وحاقوا هلاكتوا بعمل شوي وصوب حل الغارة عيوان حي وحل الغارة بيضه حوي ما يريس كما كبر بارو سيركم على المستقبل كا سيركم على معرفي وصفح أئمة المسلمين. أما بنتي الله يبطع المرء ونبو خيرك وكفك عدوك وكفك برامل ومطلق شرعها وحيرها الله سبحانه وتعالى أم فرعني من حمد تعالى وقول العلم قائم بالقسط وقرام قرأ كيسا يرفع الله الذين آمنوا سيد الحمد المعفرين والذين أوتوا العلم درجات الدلالة صلوحة قصوصة يساء إسارة أم واحد هو المطاهر ويجب أن أخذ من الغطب فالفعل سبحانه وتعالى قرية نزلية المطاعة كدها يبتعوى محي نزلية صدرية الكرامة وحامية في الأصول إلى الكائنة والسلوية وحيث أن أبقى أصولها مراحل من الإبراوة عن أصول الشريعة وحال ليان وحال لأحد المساس أخرى إلى مكائنة ميشي دوري ومكائنة جارو مثل وحال قصة إلى أرض إلى أكامية إن عرمت بالتعامل وعنده سهلها نساء مسائل في شرع يسي سهلها في مستقبل المتوصلين من كالي أبان المسكين ومن هذا عروتي هنا هي عروتي ما هذا من كالي وزيفة عشر وعشرين وزير مكينه وحاول كله وقول إن خير الناس بعد محمد وزيراء وفضل ثم عثمان وأرجاه ورابعه مخير بريدة بعدهم أمين الحديث خير مخير مجلم وإنهم وضعف لا غير فيهم على نوم الفردوس في القرد تسرعه سعيد وسعد وابن عمر وطلحة وعامل فيهم أزوير الملدح وأزوير الملدح خلاص العشر المشهور بالجنة هم واحد سيد ما تقصوش هاس يعني أهل يدرس أي مدى مسائل إيسيس على المستقبل وحاول لي أني مرجي طامعي ولا تكون مرجيه إلا عورا بديني على أني أنا مرجيه بديني ومسحه خلاص وعورك وفعنا هي مركع حكم تجميلي والأخذ إسلام المعرسة والأخذ يتجبون الحافة اللازم ولن يقولون في القرآن الآخر إذا أسمعه وقتهم تأكلوا من تكون تجميل أقول بأس الله يكون تجميل هذه الروح على إنساء والأخذ يتجبون في حكم اللازم ولن يقولون في القرآن الآخر خلاص دليل من ستاء معرتي وحيوان يقول يا رب مكانيك وحيوان عروت القرصون يا رب إليه وحيوان يقول يا رب الحوية مطلوبة رب العبنية ورئيه برحمة مميكا مطلوبة أن أعلم بأبيات بتركيز أصارة وحن أصد بردوية هي إلى أن أبيات كنت أعلمها من قلب حقيقة وارتك زام الله خير فرصوية إن السيني قرصوية مطلوبة ساسكر الحمد وارتني أبيات أمها هي جهد بقرار ابناء سيدنا نسأل الله سبحانه وتعالى في أعمالهم أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. كل إخواني أمر أجرنا أحببا إفراحا وعالم كما اسم الله أنتاس إمام لماتنا الدرسية مانتا مسلمين في الكهرسة الجوء السائل في الأمم فلسطين في الفجة وحول الآن مواجب شرع المسار رسول صلى الله عليه وسلم في مثل المؤمنين في توالده وتراحمه وتعاطفه كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائل الجسد والحمى. أعطينا الجسد كاسم هل إله سبحانه وتعالى مشاوي يجب عليه مسلمين تأشفوا هاستو قفوا الروح كسائل فعل المساعد هذا هو أكبر كل المنزل في آخر الليل صباحا وحال إذا تعدد مسلمين يصلون مسائل في الجرحية وأهل خير أكثر من الله يلقي عن ما تأمي أن يكون راهي سنين ينجي وإذا تبغن أن يكون راهي سرطو ظلم لما تغزل فلسطين كبعاية وحاول أمر بينا وحسن أمه يعرف العالم كل ما تعرف كل بارك إلى أجوبة مرك إخواننا إدرهم وطلع مسلمين تلك مرك إلى الله سوى مرأي بشرعية وفق مسلم كامل الأرضاء إذا تريد المسلمين تهيستا إنه إنتهى كوها يلقى حيالة بسرعي نساء وحاكم الله إنه لو قد حيئة وأرحى ومكان يرى كل يرى إلهي درسي وحج أرامي إلهي درسي وحمى عهي إلهي درسي وحكرين وإلهي درسي ومكان يرى وحبه لهي ومكان ولا رأى مسلمين تأه بأن هناك اجتماع عنه إلهي سبحانه وتعالى وعور داري هاي كنت أكبر إنه مات الولي وأدعي لنا إخواننا في فلسطين وغزة
اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رب العالمين نرحمك كل شيء يا رب الجور ولا يجار عليك. اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم اغفر ذنوبهم وكفر عنهم سيئاتهم، اللهم فرج كربهم يا رب العالمين، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم كن لهم حافلا ومعينا وناصرا وامينا، اللهم انزل السكينه عليهم، اللهم انزل السكينه عليهم، واجعلهم من لدنك سلطانا نصيرا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. اللهم انصر اخواننا في غزه، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم كن بشهيد لهم وكن نزيف لهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داو جرحاهم، اللهم داو جرحاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم بارك لهم في ازواجهم واقواتهم، اللهم بارك لهم في ازواجهم واقواتهم، اللهم بارك لهم في ازواجهم واقواتهم، اللهم سدد رؤيتهم وثبت لهم في الارض يا رب العالمين، وانزل عليهم السكينه، اللهم عليك باليهود المعتدون فانهم لا يعجزونك، اللهم خذهم اهل عزيز مقتدر، وانزل عليهم باسك الذي لا يرد عن قوم المجرمين. اللهم انا نتضرع اليك فلا تردنا قائمين، اللهم انا نتضرع اليك فلا تردنا قائمين، اللهم انا نتضرع اليك فلا تردنا قائمين، اللهم عليك باليهود، اللهم اقتلهم بددا، واقتلهم اللهم احسنهم عددا، واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا، اللهم انزل عليهم اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم انزل عليهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود يا رب العالمين، اللهم انزل عليهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود يا رب العالمين، اللهم ارنا فيهم ما تشفي فيه صدور قوم المؤمنين يا رب العالمين، اللهم واحد صفوف المسلمين ولم شعثهم، اللهم وازل البغضاء والخداع والاختلاف بهم، واجمعهم على كتابك وسنه نبيك، وامر لامه محمد صلى الله عليه وسلم ان يرد العز فيه اهل طاعتك، ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام به حدودك وشرائعك يا رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير شيخ عبد الله المرسل. شيخ عبد الله المرسل إن شاء الله مركز أبو هريرة مركز أبو سلمان إذا في أبوات عاش هنا ونكوت هنا أبقى معي إذا أردت مساجدك إمامك مساجدك إيه شغاران مساجدك إيه مصريك مساجدك وإنت أصبع آدي أبقى نكوت هنا إلهي بلاد أبقى نكوت هنا إلهي سبحانه وتعالى وكبر إمام كنو 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 نيو 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 وجنب الفردوس إن شاء الله. إن وحفلة حفلة وصوت وقول سينكا وحفلة سمية ومعطيلة إلى جوائز كيبا مبحث دولنا تبكي قويس حقا هو إيو أمانا عدي دي كشي صنع بي عدي قرن شمسي وحاطر ومطر بشهادوي يجوائز مسيو إن شاء الله. ويأت الله سبحانه وتعالى to make us all Allah subhanahu wa ta'ala accept from us our meeting and make us inshallah those Allah subhanahu wa ta'ala accept from Shaykhana Shaykh Abdul Ghani. Inshallah now we're going to give the certificates and the hadiah to the students who come to the first, second, third and all three of them. They're going to get certificate inshallah. So inshallah I'm going to start giving them and the Sheikh is going to hand them out the certificates and the Hussein Yusuf Hashi Asawab Ahlo Maimuna. This is the first sister inshallah, she's going to have her certificate. Maimuna Hussein Yusuf Hashi. She is the first place.